منازل مدنيين تقصف برجمات الصواريخ، اكثر من 12 صاروخا يسقطون علينا في ساعه واحده. على المدنيين العزل. الله اكبر. شو التاريخ اليوم يا شباب؟ هلا 12/1. الله اكبر. هنا هذه المنطقة وهذه الضيعة في جبل أكراد مليئة بالمدنيين. 2013. الله أكبر. مليئة بالمدنيين تقصف يوميا. الله أكبر. على منطقة ولكن اللي كان بديها كان حمام. أخي زوم زوم علي، شوف بالمنزل، في داخل المنزل قد أتت القذيفة. الله أكبر. وها هي هنا اخ واحده اخرى. والله في هواين عم يطلع الله اكبر. الله اكبر والعزة لله. الله اكبر والعزة لله. والله بخشب.